بالقصص والحكايات واستنى المعجزة لتصير، واعتقدت انه ميران المعجزة تبعي، بس للأسف هو ما كان غير مجرد كذب. انا رح اكون مبسوط، اخذت القرار الصح وهذا افضل شيء. أزاد بيحبني كتير. برافو عليك، لا تطلع صوت مشان ما يسمعنا اي حدا. على شو عم بتدور هون؟ عنك. شو عرفك اني رح اطلع؟ ريان انا بعرف كل شي عنك. ومين بخبرك؟ قلبي. هون في حجر اسود ما في قلب، لأنه لو كان في عندك قلب ما كان صار كل يلي صار، وما كنا وصلنا لهي الحالة أبدا. بعد كل شي ساويته فيني أنت أجيت مشان تشتريني؟ فهمني، في أكتر من هيك وقاحة؟ صدقيني ما كانت هيك نيتي. أنا لما شفتك بهديك الحالة ما خطر لي غير هالطريقة لأنقذك. ليش مين طلب منك المساعدة؟ مو أنت يلي وصلتني لهالحالة هي؟ لا تحكمي علي هيك. ممكن نحكي؟ أي ماشي، منحكي. منحكي بالحقيقة وبس. أي حقيقة؟ أنت بتعرفي كل شي أساساً. يلا حكي لي عنه، قولوا لا تخبي شي. ما في حقيقة لازم أعرفها؟ لا. معناها ما ضل شي لحتى نحكي فيه بنوب. يلا روح منهم. لا تطلعي فيني هيك. والله كتير صعب لما بتطلعي بهالطريقة، أنا بحس كأنك عم تغرزي سكين بقلبي. أنت يلي غرزت كل هالسكاكين بقلبك. أنا مالي الدواء لجروحك، أنا ما بنفع لكون حبيبتك، ما بنفع لكون حبيبتك.